طيب استاذ عمار، انت قلت مو وقتها اليوم التطبيعيه تروح تتعاقد مع المدير الفني وهناك امور اهم. طيب بماذا تفسر اذا هذا التقاعد في هذا التعاقد في هذا التوقيت؟ شوف، هو يعني حقيقه انا من وجهه نظري ارى انه يعني عمليه التعاقد مع مدير فني في هذا الفتره هو فقط لعمليه تلهية الشارع الرياضي والشارع الكروي تحديدا عن الموضوع. كل ما تنضغط التطبيعية من جهة تحاول أنه تخلق لك فجوة موضوع آخر العفو في سبيل أنه توصل للآخرين فكرة أنه هي اليوم ده تشتغل. يعني أنا شفت مواقع التواصل وحتى الجروبات أكثرها اليوم بالسوشيال ميديا والصحف التهت بموضوع المدير الفني الهولندي، بينما هي كواقع حال التطبيعية عندها أمور أهم جدا من هذا الموضوع، وأهمها موضوع النظام الداخلي. موضوع نعم. النظام الداخلي اليوم ده يشغل حيز كبير جدا. يعني أنا اليوم من الصبح، اليوم جمعة، قاعد حقيقة ده أطلع النظام الداخلي، هذا النظام الداخلي اللي قاعد ده أقرأ بيه، ده أشوف شن الفجوات وشن الأخطاء. مع العلم أنا لا بالهيئة العامة ولا شيء، بس مجرد حتى أطلع على الموضوع برمته. نعم. فبالتالي موضوع المدير الفني اليوم ما راح يخدم. ثم المدير الفني لازم يدخل في يتفاعل بأعماق ما موجود في كرة القدم العراقية، يبدأ من الأندية الموجودة في الدوري وحتى في الفئات العمرية وفي مواضيع تتعلق بصلب عمل كرة القدم العراقية. نعم. من الناحية الفنية، ويمكن هو أيضا بإمكانه أنه يضع الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى من أجل أنه يحسن مستوى اللعبة. طيب احنا اليوم في وضع انت تعرف كل زين، وحتى الكابتن يونس كاتنيتش اليوم ما موجود، يعني متى سياتي كاتنيتش لقياده المنتخب؟ فاحنا نروح نتعاقد مع مدير فني اخر؟ لا كاتنيتش ولا كادرا السلوفيني موجودين في العراق. اذا اني يعني حقيقه دا اشوفه حلقه زائده تماما.